هاي المحاضرة هي محاضرة الديب بايت، راح نقراها حرف حرف. فالمطلوب من عندكم تحضرون المحاضرة مالتكم، تحضرون لكم قلم، لان راح تكتبون هواية ملاحظات على مود تبلشون وياي وتسجلون الملاحظات على هاي المحاضرة. هل هاي المحاضرة هي فقط اللي اي واحد يحب تقويم بالمستقبل؟ لا، هاي المحاضرة تحتاجوها بالزراعة، تحتاجوها بجماعة السيرجري، يحتاجوها جماعة الكوزمتيك، يحتاجوها جماعة الفولينج. كل الفروع ممكن تدخل ضمن هاي المحاضرة. فهاي المحاضرة ومحاضرة الأوبن بايت أعيد وأكرر يكون جدا مهمات. فراح نقرأ حرف حرف، نقرأ ونشرح، واليوم شوي راح هواية نكتب على السبورة، شوية هواية نكتب على السبورة. فركزوا وياي يعني. بالبداية عندنا الفيرتيكال ريليشن شيب، قبل ما نطب انه يصير عندنا مشكله، الوجي مالتنا ضمن محاضره الكلينيكال اكزامينيشن لما يدخل المريض علي وابدي اني اباوع، هل هو بروبورشنيت اور ديسبروبورشنيت؟ هل انه الاثلاث مالت وجهه تكون متساويه او غير متساويه ضمن هذا الشيء خضناه بالكلينيكال اكزامينيشن؟ اذا تتذكرون بالفرونتال فيو او بالبروفايل فيو قسمنا الوجه بالفرونتال فيو الى خمس اخماس، وقلنا العين بهذا المكان والخشم بهذا المكان والحلق بهذا المكان، ورحنا وقفنا قدام المرايه وطبقناها على وجوهنا وشفنا احنا وجوهنا ما بيها ولا قياس صحيح، ولله الحمد عايشين ومستوره. نجي الى التقسيم مات الثري ثيرد، من الهير لاين الحد تقريبا ما بين الحواجب اللي هي نقطة النيزن اللي خضناها باللاترال سيفالو، هاي المسافة يصيحوا لها upper face أو upper one third، ومن هاي النقطة إلى الصب نيزل ما تحت الأنف، هذا الميدل ثيرد اوف ذا فيس. ذني ما بهن هواية تغيرات بالنسبة لي، من اللي هو يهمني اني من الصب نيزل للمنتن، من هاي النقطة إلى هاي النقطة الجوة، هذا الجزء lower facial third. lower facial third مو بس إنه third واحد، هو أيضا يقسم إلى ثلاث أثلاث، يعني الجزء الجوة أقسم الدور إلى ثلاث أثلاث. المطلوب على مود الإنسان يكون normal الـ upper lip تكون ضمن الثيرد الفوقاني من الـ lower facial third، واللور اللي بتكون ضمن التو ثيرد السفليات. هذا ملخص هذا الموضوع. لتذكير النقطة، احنا قلنا البشر ثلاث انواع، قلنا اكو المغول، واكو اصحاب البشرة السوداء النيجرويد، واكو القوقازيين. والقوقازيين هم كلهم من الاوروبيين للميدل ايست للشرق الاوسط للهنود للاتراك لكل. احنا القوقازيين شنو الميزه اللي بينا ذكرناها بالمحاضره؟ ذكرنا انه اللور فيشيال ثيرد اكو بي شويه زياده مقارنه بالنيجرويد، مقارنه بالمغول اللي هم الصينيين اللي شويه عيونهم مجروره. احنا هذا الجزء عندنا يكون زايد شوية مقارنة بذولاك الأشخاص. Factor affecting the development of deep bite. هسه احنا خضنا شيء عمومي عن الموضوع، راح الدور نطبي محاضرة أو جزء اللي هو خاص بموضوع الديب بايت. ركزوا لي هنا. Discrepancies in the size and position of the jaw can adversely affect the normal vertical development. شنو قصده بهاي؟ حجم الارتش، شوي ركزوا لي هنا. Discrepancy in size of the arch، يعني على سبيل المثال هذا arch وهذا arch. The size of the arch يعني شنو يقصد به؟ يقصد الترانسفيرس، العرض مات الارتش، حجم الارتش ممكن يأثر لي على الفيرتيكال. هل هذا صحيح؟ نعم. إذا مثلا الارتش صغير ممكن يصير المريض عنده زيادة بهذا الجزء، ممكن إذا الارتش كبير يصير المريض عنده horizontal growth، وجهه مربع فالارتش يفرش
فيسبب لنا شبه الديب بايت او ديب بايت. الارتش صغير فيضغط الوجي، يطول الوجي، فيصير عندنا vertical growth. هاي اول شيء قصده بالسايز. الدورشنال بوزيشن، البوزيشن يقصد الانتيريو بوستيريو، يعني المريض اذا كان عنده كلاس 2 او كلاس 3، هذا هل ممكن ياثر على الفيرتيكال ريليشن شيب؟ هل ممكن يسبب لنا فيرتيكال جروث او هوريزونتال جروث، او يسبب لي زياده باللور فيشال ثيرد او نقصان؟ اي نعم. فهاي نخليها اول شيء بعد. resulting in deep bite mal occlusion، ممكن اذا خلل صار بعرض الارتش او خلل صار بتقدم ورجوع الارتش وعلاقتهن مع بعض البعض، مثل ما هو ظاهر وراح يذكره بالكلاس 2 ديفيجن 2. يقول ذول جماعة الكلاس 2 ديفيجن 2 دائما يصير عندهم ديب بايت، فهذا ممكن يسبب لي ديب بايت. Mandibular growth rotation play an important part in the etiology of some malocclusion as well as the stability of the result. شنو قصده بالmandibular growth rotation؟ قلنا لكم هواي اليوم راح نكتب على الصبورة، شوي ركزوا لي على هاي النقطة. الماندبو شي يمثل وياي، خليكم ولو زحمة عليكم وياي. هسا الماندبو ايش نعتبر الماندبو؟ اكو واحد يقدر يقول لي الماندبو شي هو؟ الماندبو بسبب وجود فشي اسمه كوندايل، هو الجزء المتحرك، الوحيد في الرأس، الوحيد. باقي أجزاء الهيد كلها ثابتة. بسبب وجود الكوندايل الماندبل ممكن ينزل وممكن يصعد. الماندبل بس ينزل، هذا هو ينزل للأسفل، لو شنو؟ لو كانت الكوندايل بدل ما هنا على سبيل المثال بالمنتصف، كان هذا اللي قلته أنا صحيح، إنه الماندبل ينزل عدل ويصعد عدل. لكن بما إنه الكوندايل صايرة بالطرف، هذا طبعاً anterior وهذا posterior، بما إن الكوندايل صايرة بالطرف، الماندبل لما يفتح راح يروح downward backward. الماندبل لما يفتح راح يروح downward backward. الماندبل لما يصعد راح يروح upward forward. يعني إذا الوجه نمطولاني، يعني صار عندي vertical growth واضطر الماندبل ينزل، معناها الماندبل راح يرجع مع النزول مالته. المريض الشن مالته ما راح يكون واضح prominence، لا راجع. بالعكس من منو؟ من المريض اللي عنده horizontal growth. horizontal growth يعني الماكزيلا ما نامي بشكل كافي، صاعد. الماندبل لأنه مرتبط بهاي النقطة راح شنو؟ يفتر، يصعد ويتقدم. فنشوف الأشخاص اللي عندهم horizontal growth نلقى هيك عندهم حنج، هيك عقشة بالحنج صايرة. فهم عندهم protrusion، هم عندهم upward، هم عندهم forward. بينما الأشخاص اللي عندهم downward يكون عندهم backward. نقرأ هاي الملاحظة لأنه مهمة. A marked forward growth rotation tend to result in reduced anterior facial proportion. يعني الماندبل لما يتقدم للأمام ويصعد راح يصير عندي horizontal growth deep bite and increased overbite. بين قوسين هاي الكلمة شوي راح تدوخنا، وهي المشكلة بالمادة ما أقدر أوخرها. يعني أنا لو بيدي كلمة increased overbite أسميها deep bite. خليني نجيها، خلنا نأخذها لمرة واحدة، وبعدين أنتوا تكون تخلون على increased overbite deep bite و decreased overbite تخلون بدل من عندها open bite. أشرح لكم إياها. عندنا الماكسيلاري سنترال انسايزر والمانديبولار سنترال انسايزر، اكو علاقة بيناتهم، اكو vertical relationship واكو horizontal relationship anterior posterior.
الانتيريو بوستيريور علاقه الماكسيلري سنترال انسايزر مع المانديبولار سنترال انسايزر بهذا الاتجاه يسموه اوفر جيت، وعلاقه الماكسيلا سنترال او الانتيريور الماكسيلا مع الانتيريور الماندبل بالفيرتيكال يسموها اوفر بايت. فاذا صار عندي زياده بالاوفر بايت يعني ديب بايت، صار عندي نقصان بالاوفر بايت يعني open bite. نكمل الملاحظة. While marked backward rotation tend to result in increase anterior vertical facial height and reduce over bite يعني open bite. أعيد لكم إياها بسرعة الملاحظة. الماندبل إذا صعد رح يتقدم، والماندبل إذا نزل رح يرجع، أو الماندبل إذا رجع رح ينزل. نفس الفكرة، ينزل ويرجع، يتقدم ويصعد في آن واحد. إذا تقدم وصعد سبب ديب بايت، إذا نزل ورجع ممكن يسبب vertical growth أو open bite. تحفظوها هاي مهمة جدا. نجي شوية هنا، هذا الموضوع هم مهم. أقرأ لكم إياه. The development of the vertical dimension is also affected by equilibrium between tongue, lip and cheek. ركزوا لي على هذا الموضوع. And opposing dentition on the developing dentofacial complex. This equilibrium of the biological system is determined more by duration than magnitude of the force. اصبروا لي على هاي النقطة. تذكرون الإكويليبريوم إفكت؟ أنا متأكد تذكروا، لأن ذكرناه أكثر من مرة. قلنا الأسنان بموقعها هذا متأثرة بقوة، القوة هي التونج من جهة، الأبر واللور ليب من جهة، والتشيك من جهة. أنا متأكد تتذكرون هاي النقطة، أرسم لكم إياها. قلنا الأسنان على مود يكون بهذا الموقع أكو ليب أبر ولور تدفع للداخل، وأكو تونج يحاول يدفع لبرا، وأكو تشيك تساعد اللب بهذا الموضوع اللي هي تحاول تدفع تقلص السد. شوفوا هاي المعادلة كنا نسولف لما كان الموضوع anterior posterior. ركزوا لي على هاي النقطة. anterior posterior هو تعادل ما بين اللب والتونك. اللب يدفع الأسنان للأمام، التونك عفوا اللب تدفع الأسنان للخلف، التونج يدفع الأسنان للأمام. هاي أول جهة، هذا anterior posterior اللي هو الساجيتال. التونج يدفع الأسنان laterally، التشيك يدفع الأسنان medially. هاي المعركة اللي صايرة بيناتهم بالترانسفيرس والفيرتيكال. شنو هاي أول مرة تجينا جديدة. يقول هم أكو equilibrium vertically. فيرتيكالي شنو؟ يعني الأسنان على سبيل المثال هذا بريمولر وهذا بريمولر. فيرتيكالي هم أكو إكويليبريم، وهم تتأثر بالتشيك وتتأثر بالتونج وتتأثر باللب، وأكثر شيء أثر عليهن هو أكو أوبوزينج توث يعني أكو أوكلوجن. لكن شوف النقطة جدا مهمة هنا، لكن ما يهمني على مود يبدأ يتأثر ويصير عندي خلل بالأوكلوجين هو مو مقدار القوة، مو الماجنتيود اوف ذا فورس. ماجنتيود يعني مقدار القوة. اللي يهمني هو الديوريشن اوف ذا فورس. ليش؟ انا اقول لكم ليش. لانه اصلا الأوكلوجين لما اعض واكل انا ما عندي مشكلة بالأوكلوجين، ايش قد ما تكون القوة خلي تكون. نستلة، كنتاكي، شوكليتة يابسة بالجرار راميها ما حد يدري بيها، أعضعض بالقلم، هاي كلها قوة واحتمال قوة كلش عالية. شو ما سببت لي مشكلة وديب بايت؟ ليش؟ لأنه الأسنان متعلمة على الماجنتيود، متعلمة على قوة عالية. لكن شو وقت تبدي الأسنان ذني يدخلن ويصير عندي ديب بايت ويختلف عندي هذا الإكويليبريوم اللي قاعد يحكي عليه؟ لما يظل القوة فترة طويلة، مثلا كلينشينج
بروكزيزم اللي كله يطحن على اسنانه، حيلي معضض على اسنانه، حيلي عضي عضي عض على اسنانه، او مقزقز على اسنانه. هنا صار عندي continuous force. خوش، شنو الفرق ما بين انه اني اعض لثانية واحدة واني اعض لفترة طويلة؟ اذا تتذكرون كنا نقول الواحد لما يعض لمدة ثانية واحدة او اقل الثانية، هي اللوشة مالت الاكل مالتك، العضة مالتك، هاي البي دي ال اصلا ما يصير بها يعني تنضغط. اذا تتذكرون الموضوع قلنا البي دي ال اثناء التشوينج ما تنضغط، وانما البي دي ال البريودنتال ليجمنت تنقل الفورس مباشره للبون، والبون هو اللي يصير بي بيندينج وينقل شحنه اشاره سميناها بيزو الكتريكال كرنت، تصعد تنزل وترجع للصفر. إذا تذكرون هذا الموضوع، أعيد الموضوع. هسه الإنسان لما يعض بشكل طبيعي، لما يأكل بشكل طبيعي، راح يعض على الأكل مالته، ويا كل عضة اللي هي أقل من ثانية، الـ PDL ما راح يصير بها كراش، ما راح يتحرك السن داخل الـ PDL ويضغط ويسوي كومبرشن وريمودلينج وتوث موفمنت، لا. راح ينقل القوة مباشرة للبون، البون يسوي بيندينج، تصير عندي شحنة يصير لها بيزو الكتريكال كرنت، شحنة تصعد موجب تنزل سالب وتصفر، ويصير عندي بون جروث، الاليفيولر بروسيس تنمو بهاي الطريقة. هذا النظام الطبيعي. لكن لما المريض عنده كلينشينج، لما المريض عنده بروكسيزم، لما المريض عنده ابنورمال مصل اكتيفيتي، حقل العضلات الضغط على وجهه وهو حقل صاك على اسنانه، هاي الكونتينيوس فورس ما راح تعطي هاي الشحنه، لا، هاي تعتبر فورس تسبب انتروجين، فهم راح يصير انتروجين بالاسنان، هم الاسنان راح تتكسر ويصير عندي ديب بايت، وهم الاليفيولر بروسيس لانه ما صارت شحنه طبيعيه على مود ينمو، ما راح ينمو الاليفيولر بون، فيصير عندي ريدكشن بالسمك مات البون ويؤدي الى ديب بايت. هذا ملخص هذا السلايد، جدا مهم انكم تحفظوه. انسايزر اوفر بايت، الانسايزر اوفر بايت شنو قصده بيه؟ نورمال انسايزر اوفر بايت ذا ماكسيلري انسايزر، الماكسيلري انسايزر اوفر لابينج ذا مانديبولر انسايزر باي شقد؟ منا لهنا شقد؟ 2 تو 4 ملي. هذا هو الموضوع الطبيعي اللي هو الاوفر بايت، زاد سوى ديب بايت، قل سبب لي اوبن بايت. السؤال هنا، هذا الوضع لازم شنو الشرط مالته؟ لازم يكون and posterior teeth are in contact in centric occlusion. يعني أنا شو وقت أقيس الـ overbite with relationship ما بين الـ upper incisor والـ lower incisor؟ لما الـ posterior teeth تكون in contact in centric occlusion، على مود يكون التعريف مالته صحيح. كم تعريف عندنا؟ overbite is described as increased overbite, deep bite معناها. إذا زاد الoverbite ذكرناها deep bite. إذا قل الoverbite يسبب لي open bite. أكو complete و incomplete. Complete if يعني مو كلش حسيت المهمات، يعني ما مستخدمات هواية complete overbite أو incomplete overbite، مع هذا أذكر لكم إياه. Complete overbite هو كأنه هاي النقطة اللي هو traumatic bite. If there is contact between opposing incisor or incisor with opposing opposite mucosa، يعني اما الاسنان اكو كونتاكت بيناتهم او اكو كونتاكت ما بين السن والميوكوزا، يطلقون عليه كومبليت. اذا ما صار هذا الشيء يصير عندي انكومبليت. ريفيرس اوفر بايت اللي هو انتيرير كروس بايت، قلنا الانتيرير كروس بايت اذا تتذكرون يعني بالضبط هو مصطلح مشابه للريفيرس اوفر بايت، اكو اختلاف بسيط بيناتهم، اتمنى تراجعوهن وتشوفون شنو الفرق بيناتهم بعدد الاسنان للتنويه، هاي واجب بيتي، شنو الفرق ما بين الانتيرير كروس بايت والريفيرس اوفر بايت. اذا كان عندنا كلاس 3 بالانسايزرز، يعني السنترال الابر هو داخل و السنترال اللور هو الطالع لبرا، يصيحوا له هذا شنو؟ يصيحوا له هذا ريفيرس اوفر بايت. شو وقت يكون عندنا تروماتيك بايت؟
هو نفس الصورة اللي هنا، هذا تلقون عليه traumatic bite، لما يكون عندنا deep bite والأسنان حل حل نازلة إلى أنه طاخة جنجيفا مات الأبر، هذا تلقون عليه traumatic bite. ممكن يسبب لنا bleeding، ممكن يسبب لنا inflammation بالميوكوزا، وحتى يسبب لنا lesion، تلقى أماكن مشلعة من الميوكوزا. وأكو نوع ثاني اللي هو bi-traumatic deep bite. بس الترومااتيك دي بايت السن بدل ما يطخ بالابوزيت راح يطخ وين؟ بالميوكوزا. الباي تروماتيك دي بايت هم اللي ورطاخ بالميوكوزا مات الابر والسوفت تشو مات الابر، هم الابر طاخ بيمن بالسوفت تشو مات اللور وسبب لها ريسجن وبليدنج، هذا يسموه باي تروماتيك دي بايت. انكريز اوفر بايت او دي بايت. An increase overbite can be dental or skeletal in origin. لازم نخلي هذا الموضوع ببالنا، لأنه العلاج مات الديب بايت صراحة يختلف ما بين المريض يكون عنده skeletal deep bite وما بين يكون عنده dental deep bite. نبدأ أول شيء بالدنتال. Infra occlusion of posterior teeth or supra occlusion of anterior teeth can cause deep bite. Extrusion or extraction of posterior teeth أيضا can cause anterior deep bite are contributing factor in dental deep bite. هذا أول جزء إذا كان dental. Convergent rotation of jaw bases convergent. ركزوا وياي أرجع لكم فد شوية. Mal relationship of size and position of jaw can lead to skeletal deep bite. هسه الإتيولوجيكال فاكتور مات الديب بايت شنو هن؟ لازم ذني نعرفهن ولازم نحفظهن طلاب على شكل نقاط، لأنه ذني بالنسبة لنا مهمات. كون نعرف أصل الديب بايت ونحاول كل مريض يجينا عنده ديب بايت لازم نفتهم هو السبب شو. هسه أول سبب، إذا كان البوستيريور تيث طبيعي والمريض عنده سوبرا إيربشن، وين هنا سوبرا أوكلوجين أو سوبرا إيربشن أوف انتيريور تيث، يعني الأسنان الأمامية هي صار بيها سوبرا إيربشن كلش نمت، هذا ممكن يسبب لنا ديب بايت دنتال. أو بالعكس إنفرا أوكلوجين، ذن الأسنان لسبب من الأسباب، ممكن صار بهن أنكيلوسز وما طلعن، ممكن نحكن، ممكن العضلات حيل تضغط على الوجه مثل جماعة الكلينشينج والبروكسيزم، أو العضلات هي ضاغطة حيل بحيث ما خلت البوستيريور مولرز تنمو، هذا يسبب لي ديب بايت. فأما ذني هن طالعات أكثر من المطلوب أو ذني نازلات أكثر من المطلوب، بهاي الحالتين ممكن يسبب ديب بايت. الشياب والعجائز اللي ما عندهم أسنان خلفية دائما نشوف عندهم ديب بايت، لانه هنا اصلا ماكو كونتاكت عندهم، فالماندبل راح يضطر شنو وين يطي وجهه؟ يروح للامام، والماندبل كل ما راح للامام فورورد ابورد. يشوفون اجدادنا الله يحفظهم جميعا هيك الحلق مضغوط، شوف حلقه مضغوط، خشمه نازل، حنشه طالع لبرا، وهاي المنطقه كلش قليله، هذا الجزء اللور فيشل ثيرد يكون كلش قليل عنده بسبب انه ما عنده بوستيرير تيث. هاي عرفنا السكيليتال شنو قصته هذا، شوي ركزوا لي على هذا الموضوع. الماكسيلا والماندبل طلبتنا الاعزاء، عندنا هذا مثلا الماكسيلا وعندنا هذا الماندبل على سبيل المثال. ذني لما يصير جروث شلون يكون الوضع مالته؟ الماكسيلا هو راح ينمو داون وورد فورورد، والماندبل كذلك ينمو داون وورد فورورد. هل جزئين الماكسيلا الانتيريور والبوستيريور وهذا الانتيريور والبوستيريور راح ينزلن نفس النزله؟ يعني هذا هيك راح ينزل بهاي الطريقه؟ لو شنو القصه؟ ممكن 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 البوستيريور ينزل والانتيريور يبقى شويه صاعد لفوق، هذا سهوله دايفيرج. او بالعكس لا، الانتيريور ينزل اكثر من البوستيريور، هذا سهوله كونفيرج. فإذا الماكسيلا هو ونازل بالأنتيريور طلع زايد، نزل أكثر من المطلوب، جينيتك، شغلة جينيتك مو بيدنا، فالماكسيلا نزل بهاي الطريقة.
اللي ما انضبط ما عنده الرجال ما عنده مشكله، يريد يقعد يريد يطخ الاسنان البوستيريور، لقى ماكو كونتاكت لانه البوستيريور شنو؟ صاعدات. فايش راح يسوي الماندبل؟ الماندبل منها مكموش بكوندايل، كوندايل قالت له اطلع لبرا فورورد ابورد، افتر بهاي الطريقه. صار الماندبل بهاي الطريقه. صار عندي هنا ابويا، صار عندي ديب بايت. سبب الديب بايت شنو؟ سبب الديب بايت كونفيرج، كونفيرجنت اوف ماكسيلا اند ماندبل. بس هذا لا، بعد اكو وحده هم تسمى سكيليتال. شنو هي؟ يا هي بس هاي سكيليتال؟ لا، اكو بعد اذا عندك كلاس 2 ذكرتها بدايه المحاضره، انه الترانسفيرز سايز يعني حجم الارش الابر واللور اذا ما جانسن مع بعض من البعض ترانسفيرز ممكن يسبب ديب بايت. تقدم الماكزيلا مقارنه بالماندبل، مثلا الماكزيلا صاير عند المريض كلاس 2، كلاس 2 ماكزيلاري بروتروجن، هذا الشيء ما خلاهن يتجانسن مع بعضهن البعض ممكن يسبب لنا ديب بايت. اشهر كيس يكون المريض عنده بيها ديب بايت يا هي، وهاي مليار بالمية جاية بالامتحان، جماعة الكلاس 2 ديفيجن 2 دائما وابدا يصير عندهم ديب بايت. هنا مكتوبه ان انكريز اوفر بايت، يعني بين قوسين ديب بايت كان بي سين ان اني كلاسز اوف مال اوكلوجن بات ات از ا كومن فيتشر اوف كلاس 2 ديفيجن 2 مال اوكلوجن. لازم نرسمها ملعوفه. خلينا ناخذ مريض عنده بعض، هسه خلينا ناخذ مريض عنده كلاس 2 بدايه وبعدين نسوي ديفيجن 2. هسه المريض هذا عنده هذا ماكزيلاري سنترال انسايزر وعنده هذا الماكزيلا، وهذا الماكزيلا طالع براحته للامام لان كلاس 2، والماندبل راح يكون هنا الماندبلر انسايزر بهاي الطريقه. هسه هذا شوف العين هو شنو؟ هو كلاس 2 ديفيجن 1 يعتمد عليه من، او كلاس 2 بدون ديفيجن. هسه خلينا نقول ديفيجن ما ندري، ديفيجن ما معروف. من راح يحدد لي ديفيجن 1 لو ديفيجن 2؟ موقع اللور ليب. اذا اللور ليب اشتغلت هنا يعني المريض بالضبط تكون عنده هيك الحاله، هاي راح تدفع الانسايزرات لبرا وتدفع ذن الانسايزرات لجوا، وصار عندك كلاس 2 ديفيجن 1. بينما اذا شويه اللور ليب شويه طويله شويه ايدها واصله اللور ليب ولقفت الابر انسايزر، يعني وين اشتغلت؟ هنا. هاي اللور ليب ايش راح تسوي؟ تدفع الانسايزر لورا. هسه هي دفعت الانسايزر بتيبينج موفمنت لو ببادلي موفمنت، يعني هذا الابر انسايزر لما هاي الليب كم شتا ودق راجديات وقالت له ارجع، رجعته تيبينج لو رجعته بادلي. اذا رجعته بادلي بمعنى هذا الانسايزر بدل ما هنا، عفوا هذا الانسايزر بدل ما يكون هنا راح يرجع بنفس الزاويه هنا، يرجع على وضعيته بق 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 هنا. هاي حسنا الوضع كامل، لكن هي ما راح ترجعها بديلي. السبب لان هي راح تلوحها بس من الطرف، تلوحها هنا فتدفع منها، لما راح تدفع منها ايش راح يصير بي؟ يفتر. تمام احسنتم، راح يفتر بتيبينج موفمنت. فايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا بالضبط بهاي الطريقه الابر انسايزر وهاي اللب هنا صار اتش ابرايت. شلون الصوره هاي صار ابرايت؟ هاي الصوره تلاحظ انه اللب لكفت فقط منه، لكفت السنترال انسايزر، يعني لاحت السنترال انسايزر بدليل بس السنترال انسايزر رجعته، اللاترال والكناين فلتوا من اللب فظلن على وضعيه الماتل بروتروجن. فلما الانسايزر راح يكون بهاي الطريقه، كل سن عندنا قاعده، كل سن يستمر بالجروث والإيربشن مدى الحياة،
وبدليل إذا كان عندنا مولر وقلعنا الأنتاغونست الأبوزيت توث هذا راح يصير بي أوفر إيربشن. طبق لي هذا الموضوع على اللور ليب، عفوا على اللور إنسايزر، هذا لور إنسايزر لقى روحه ماكو أنتاغونست ضده صار بي أوفر إيربشن، صعد إلى الأعلى وصار بي أوفر إيربشن وصار عندي ديب بايت. هذا السبب اللي يخلي يكون عندي ديب بايت دائما مع الكلاس 2 ديفيجن 2، وهاي اريدكم تحفظوها. هسه هذا الموضوع شويه مهم، الدنتال فيتشرز اوف ديب بايت كلش مهمه، فاذا ما مصحصحين شربوا قهوه غسلوا ورجعوا لي. دنتال ارشز راح احكي على الدنتال فيتشرز اوف ديب بايت، يعني المريض اللي عنده ديب بايت اسنانه شلون يصير شكلها، شنو مثلا عنده مثلا سبيسينج كراودينج بروتروجين، شنو الوضع. The dental arches tend to be short, wide and mildly. طبعا ما اشوف من بعيد. The dental arches tend، خلينا نشوف من هنا. The dental arches tend to be short, wide and mildly crowded with deep bite. يلا مين يدبرها هاي بيكم؟ Dental arches tend to be short and wide. شنو ال dental arches tend to be short and wide؟ نجيها واحدة واحدة. Dental arch، خلينا نجي نقول عندي dental arch، هذا dental arch وهذا منا posterior ومنا anterior. يقول هذا dental arch tend to be short. صدق هذا المعلومة صحيحة. ليش؟ لأن أنا مو الأسنان كانت عندي طالعة لبرة ولما إجت اللب رجعتهن، بمعنى بدل ما الأسنان كانت موزعة بالقوس بهاي الطريقة، هاي اللب اشتغلت عليهن ودفعتهن سوت لهن أبرايت، فبدل ما هن بهذا القوس صارت الأسنان بهاي الطريقة. فلو أقيس الطبيعي عن الموجود عندي فالدنتال آرش راح يكون قصير، بس هاي افتهمناها قصير. وايد شنو الدور هاي؟ هاي ناخذها باحتمالين. الاحتمال ممكن التونج، لانه راح التونج يندفع بالاسنان، الاسنان مو راح ترجع عليه، فيفرش التونج اكثر فيصير عندي شويه اكسبانشن بالارش، شويه يتوسع. هاي وحده. الوحده الثانيه، اني لو اقيس المسافه الاسنان لما تكون بهذا القوس، البعد بين الكناين والكناين من هنا لهنا، بينما الاسنان لما رجعا وهذا الجزء كله راح عندي، لو أقيس المسافة بين الكناين والكناين، خلينا نشوف إذا بالوضع الطبيعي منا لهنا كناين الكناين، إلى بالوضع الكلاس 2 ديف 2 الكناين راح يكون الانتر كناين وث منا لهنا، فصحيح هاي الحالة هم راح يكون عندي الارش وايد. فشورت عرفنا شورت، وايد عرفنا وايد، كراودد كل ما ترجع الأسنان. هذا عندك مثال حي على الموضوع، انت رجعت الأسنان، انت قللت المحيط اللي الاسنان تكون موجوده به، هو اكيد راح تتراكب الاسنان مع بعضها البعض. The lower labial segment is often retroclined with an increase exaggerated curve of SPI as a result of lower incisor over erupting due to the lack of occlusal contact with the maxillary incisor. يا بطل مركز ويانا، يقول لنا منو هو الكيرف اوف سبي. هسه عرفنا وحده وحده، عرفتوا ليش شورت؟ عرفنا ليش شورت. عرفتوا ليش وايد؟ عرفنا ليش وايد. عرفتوا ليش اكو كراودينج بالارش ابر ولور؟ ثالث نقطه عرفناها. رابع نقطه، اكو عندي سيفير كيرف اوف سبي وذ لور انتيرير تيث، كلش صاير بهن ايربشن بسبب انه ماكو كونتاكت تحدهن. باع الصوره هاي، شوفوا صعدا لفوق لانه ماكو كونتاكت كموشن. شنو هو الكيرف اوف سبي؟ اكو كيرف اوف سبي اند كيرف اوف ويلسون. ما قاعد تقرون زين طلاب، مو مشكله راح يصير عندكم. عندنا يا الله يا ارحم الراحمين، عندنا هاي اللور انسايزر، وعندنا هنا اللاترال، وعندي هنا الكناين الدور بريمولر سكند بريمولر والمولر.
هذا الكيرف يسموه الكيرف اوف سبيد. هذا الكيرف اوف سبيد دائما نلاحظه وين؟ هذا حواف في الاسنان اخذها، دائما اشوف اكو انخفاضه بمنطقه البريمولارز، سببها لانه الانتيريور تيث صاير بيهن اوفر ايربشن. هسه بعيد عن الموضوع، يعني خلينا نقول مو ضمن اختصاصكم، لكن هي ملاحظه بعد تنذكر عسى ان تنفع لشخص معين. هذا شلون اعالجه؟ اكو طريقتين لعلاجه بكل بساطه. اذا كان المريض عمره جروينج، يعني بعد صغيروني، بعد ضمن فتره النمو، فاكو واير خاص اسمه 1622 ريفيرس كيرف اوف سبي. ريفيرس يعني عكس، هو اسم الواير ريفيرس كيرف اوف سبي، واير يشتغل بالضبط ضد الكيرف اوف سبي بهاي الطريقه. هذا نخليه وإلى فد إجراءات معينة، مثلا بيند باك بالأخير لازم نعوجه، ولازم نربط الأسنان من الكناين للكناين، نربطهن بلايجيت ونعوفه يشتغل. والبريمولارات تبقى مثلا إلاستيك إلاستيك، وهاي لازم أكو بيند ولازم أكو مسافة ورا البيند. هذا راح يشتغل يعدل لي الأرش، ممكن خلال جلسة جلستين يعدل لي الأرش. هذا إذا كان المريض قروي. إذا كان المريض أدلت، واكرر هذا خارج يعني خارج الماده مالتكم، لكن لتوضيح هاي النقطه على مود هاي البراغي اللي محطوطه، اذا كان ادلت هاي الشغله ما يبترها مويا، ما تفيده بعد للمريض. شنو اللي يفيده؟ في شيء اسمه ابسوليوت انتروجن، يعني ابسوليوت ابسوليوت بعد يعني مطلق. شنو هذا؟ نخلي براغي وننزل هذا الجزء من الكناين للكناين وحده، كقطعه وحده منفصل عن باقي الارش. هاي الطريقة هي الوحيدة اللي ممكن ترهم نصلح بيها الكيرف اوف اس بي عند الادلت بيشنت. سوفت تيشو فيتشرز، شنو السوفت تيشو يصير بيها؟ السوفت تيشو ياهن منو اللي سوفت تيشو اني همني؟ هل تهمني مثلا الاير، مثلا الاي؟ لا، النوز والنيزوليبيال انجل، أبر ولور ليب، والمنتوليال سلكس، لأن الأمور مهمة بالنسبة إلي يعني. لأن إيش يصير بيهن؟ أكيوت نيزو ليبيال أنجل، ديب منتوليال سلكس، وذ برومينت باجونيان. هاي الباجونيان فتحوا قوس، الباجونيان هي تشن، برومينت تشن. The retroclination of the lower anterior teeth can result in lack of support to the lower lip, which relative to the chin and nose appear retrusive. نجيهن واحدة واحدة. المريض جماعة الديب بايت، أولا النيزو ليبيال أنجل هاي الزاوية تقل عندهم، هاي أول نقطة. نجي هنا هسه الشفة مالته الفوق والجوة كل شيء بين المطبوقات، ولأنه الماندبل يفتر للأمام، فهاي المنطقة المنتو ليبيال سلكس تبين عنده ديب ويبين عنده برومينينت شن. واللب لأنه اللور انسايزرز راجعات، فالمريض راح يكون عنده اللور اللي مقارنة بالنوز والشن تكون راجعة. هسه بس نقطة هاي هنا، لأن هاي راح تخبط عندي لما أقرأ الأوبين بايت. جماعة الأوبين بايت ممكن تقل عندهم النيزوليبيال أنجل، وجماعة الديب بايت هم ممكن تقل عندهم النيزوليبيال أنجل. شنو القصة؟ بالحالتين ممكن تقل النيزوليبيال أنجل. هسه احنا نشرح كل وحدة بوقتها. ليش جماعة الديب بايت تقل عندهم النيزو ليبيال انجل؟ نرسمها. خلنا نجي، عندنا نوز، وعندنا ابر ليب، وعندنا لور ليب، وعندنا تشن بهاي الطريقة. منو عنده طفل بالبيت وهذا الطفل يكون شيء يضغط وجهه هيك؟ إذا عندكم طفل بالبيت روحوا الى بهدوء على كيف، مو تشوهونا اياه ولا تكسروا له الماندبل، تضغطوا له هيك عليه، سووه هوريزنتال. ايش راح يشوف؟ هاي الشفه مالته تنضغط، لانه بصراحه الانسان مو كل شيء، يعني خلينا نقول لما يكون اكو ديب بايت مو معناها كل شيء يصير ادابتيشن ويا الديب بايت، لا ماكو هيك شيء. يعني هاي الليب الابر على سبيل المثال، المريض عنده ديب بايت، هاي الابر ليب واللور ليب خو ما تدري هي اكو راح يصير ديب بايت، هي جايه ستاندرد قياس على مريض الفيرتيكال جروث مالته طبيعي.
حجم النوز ايضا جاي لمريض هو طبيعي، فلما يصير ديب بايت هاي بقية الامور تتخربط، فمثلا هاي اللي بحجمها بالديب بايت ما يتلعن، فراح شنو راح تشد تنعوج. اللور اللي بنفس الحالة لانه هي جاية بمريض كون تجي على مريض وجهة طولاني طبيعي، فلما اجى ديب بايت ايضا زادت. بالضبط بالضبط، وكأنه الفكرة انه الابر واللور لب وكأنه بطرون. على سبيل المثال طول البطرون خلنا نفرض، ما اعرف عن السبب القياسات، 90 90، هسه 90 خو هي جاية 90 90 ستاندرد، يعني لما تنزل بدماغك انت بالجينيتك ينزل ابر لب 90 لور لب 90 بطرون 90، انت بعد طويل صار عندك شورت ابر لب، خو اللب ما تدري بيك انت راح تطول، انت قصيروني راح يخط جو رجليك البطارون. فاللي بنفس الحالة هيجي هي جاية ستاندرد بقياس معين، بقياس يتلائم مع واحد وجهة طبيعي، فلما انت عندك ديب بايت هاي اللي بوين تطو وجهة تتعقش، شلون البطارون بال 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 بالنهاية ما راح يتعقش، فهاي راح تتعقش. النيزو ليبيل انجل ايش راح يصير بيها؟ ها استاذي هو قلت لو ما قلت؟ قلت بالضبط، راح تقل عندك الزاويه لانه اللب راح تتجمع. شوفوا المريض راح تنعقد فيكون عنده ديكريز ان نيزوليبل انجل، اكيوت يعني ديكريز لان هي قياسها 100 110، فراح تكون اكيوت يعني جوا 90. ديب منتوليبل سلكس هاي ذكرناها لانه الماندبل هم فورورد هم ابورد، فراح يصير عنده هذا منخفض هنا جدا عالي، وباقي الامور ذكرناها. يلا يعني جماعة المحاضرة الأولى اللاترال سيفالو، ها ركزوا لي على هاي اللاترال سيفالو، شوفوا اللب شلون متعقجة من كثر ما المريض عنده ديب بايت، هاي شي ملمومة متعقجة، تحس المريض عنده فلر، والدور الانسايزر لما نراجع ما مسوي سبورت للنوز، الدور النوز شوية نازل، تحس الوجه كونفيرج. با انتبه، الماندبل صاعد بهذا الاتجاه، النوز نازل والماكزيلا بهذا الاتجاه، والشفه هنا صايره اكيوت نيزوليبيال انجل ديب منتوليبيال سلكس سيفالو. شو المريض ايش عنده؟ شنو الشغلات اللي تكون عند المريض وتبين بالسيفالو؟ اول شغله هي البلين، الهوريزونتال بلين، ما ادري تتذكرون او ما تتذكرون، كنا نقول اكو باللاترال سيفالو اكو بوينتس نقاط، اكو بلين اكو لاينز هوريزونتال لاينز، قلنا عندنا الان اس لاين فرانكفورت لاين ماكسيلاري لاين اوكلوز كلوزال او اوكلوجن لاين ومانديبولار لاين او بلين، ما قاعد تقرون زين، رجعوا هذا الموضوع. ذني عند المريض اللي يكون عنده ديب باي ذن يكون قريبا انه يكون متوازيات باليتال اوكلوزال اند مانديبولار بلين which run almost parallel lead to low mandibular plane angle، هاي اهم وحده بيهن هي المانديبولار بلين انجل، واللي اقدر اقيسها على السيفالو الخط ما بين المنتن والجونيان، او اقدر اقيسها بمحاضره الكلينيكال اكزامينيشن على المريض وجه المريض باستخدام الهاند مالة الماندبل، فأقدر أعرفها عفوا أما تكون فلات أو نورمال أو ستيب، عد هذا المريض راح تكون 100% فلات. The mandible هاي هنا مهمة، show upward and forward rotation individuals in human with this condition who tend to have، هنا شوية هاي النقطة نركز عليها لأنه بالopen bite هم راح تجينا، أقرأها ونشوف. Who tend to have a longer ramus and right angle or acute gonial angle and reduce anterior lower facial height. وكأنه ركزوا لي لأنه بالopen bite راح يكون المريض عنده short ramus، ركزوا لي. على سبيل المثال هذا مريض عنده deep bite راح يكون بهاي الطريقة، وهذا مريض عنده open bite راح يكون بهاي الطريقة. شوف هنا صار عنده ريمس طويل بينما البيز تكون قصيرة، هنا ريمس طويل، هنا راح يكون عنده short ريمس مقارنة بالبدي مات الماندبل راح يكون طويل،
وكأنه وكأنه الماندبل على سبيل المثال طوله 25 ملي. بجماعة الديب بايت هو ما ممكن هذا فتشة طالع مترة لي قدام، يعني هم اكو ادابتيشن شوية قاعد يصير عنده. فانت هاي ال 25 لازم كلها تستغلها. فاذا انت على سبيل المثال خذت 10 منها بدي، راح يزود لك 15 ريمس، فراح يصير عندك لونج ريمس. وانت اذا خذت 15 بدي راح يبقى عندك 10 ريمس، فراح يكون عندك شورت ريمس. حفظوها بهاي الطريقة. قلنا ذول الاشخاص يكون عندهم لونج ريمس، انكريز بوستيرير فيشل هايت. البوستيرير فيشل هايت هي من الاس، من الاس السله المن للجونيان، هاي المسافه المريض تكون عنده زايده. اند ريديوس انتيرير فيشل هايت اللي هي من النيزن للمنتن، هاي تكون عنده مكبوسه اكثر. هاي الزاويه هي الجونيال انجل. جماعة التكساس اللي راحوا وحقنا وفيلر على مود هاي النقطة تبين، هاي هي الجونيال انجل. الجماعة الاوبن بايت الجونيال انجل شنو تكون؟ تكون مفتوحة عاشت ايدكم. جماعة الديب بايت تكون شنو؟ تكون اكيوت قليلة او رايت انجل. سيكولي اوف ديب بايت، ما عالجت الديب بايت، شنو الاضرار من انه اكو المريض عنده ديب بايت؟ If deep bite left untreated، إذا mild moderate شنو المشكلة؟ يعني واحد وجهه شوية صغيروني منه، على الرغم أشوف إنه deep bite يلوق ويا البنات وشوية أضايق لما أشتغل class 2 div 2 mild moderate لبنية، كلش حلو class 2 div 2 للبنات يلوق لهن هيك وأسنانها الراجعة، شو اشوفه حلو على البنات اذا كان مايلد مودريت، ويا ديب بايت شويه كلش لطيف. فاذا كان مايلد مودريت انا اشوفه ما بي مشكله، لكن اذا كان سيفير، يعني المفروض هنا ينكتب if severe deep bite left untreated deep bite can impose adverse effect on facial aesthetic. ممكن شوفوا هذا المريض عنده ديب بايت، الميل ما يلوق لهم الديب بايت ابد. إذا باع شوف عنده ديب بايت، شوف لما عدلنا الفيرتيكال ريليشن شيب صار ألطف أكثر شباب، الرينكلز هم قلت، التجاعيد ما توجهها قلت. تي ام جي بروبلم، طبعا التي ام جي بدون عدس معدس، أي شيء يصير بالأوكلوجن، أي مشكلة تصير بالأوكلوجن هو من يمه يعلن النفير العام. فأكيد جماعة الديب بايت الأوكلوجين مالتهم مو طبيعي، الماستيكيشن مالتهم راح يكون مو طبيعي، فراح يسبب لي طبعا تي ام جي بروبلم. وير اوف لور انسايزر، شنو هاي الدور؟ ليش يصير وير باللور انسايزر؟ يعني الانسايزر اللور انسايزر ما متعلم على الأكل، ليش تنحك بهاي الطريقة؟ الجواب بكل بساطة، اللور انسايزر ما متعلمة على انه الليبيال سيرفيس مالتها هو اللي يدخل ضمن الاكل. الاسنان متعلمه على انه يصير اكو كونتاكت بهاي الطريقه، التب الانسايزل ايج الطخ بالاسنان ويسوي قطع، صح لو لا؟ هذا بالنورمال، هذا الشيء ممكن ينقل القوه مباشره للجذر وما عندها مشكله الانسايزرات بهذا الموضوع. لكن هذا الليبيال سيرفيس حساس بالنسبة للور انسايزرز، فلما يكون عندنا الاحتكاك بهاي الطريقة هذا الجزء كله راح ينحك، ما يتحمل قطع، فراح يصير القطع بالليبيال سيرفيس، فيصير عندنا بهاي الطريقة. بعد ويا كل عضة مثل ما قلنا انه اللور انسايزرز قبل شوية يتحمل اللود اللي يروح باتجاه الجذر، يعني العضة تكون هنا وتنقل للجذر يتحملها، بينما الراجديات لما تجي ليبيالي ويا كل قمار راجدي ضربك ضرب 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 ضرب، البي دي ال ايش راح يصير بيها؟ خل البي دي ال راح تتفلش، حركة موبيلتي بالتوث، فيصير عندنا ماندي وير اوف ذا مانديبولار انسايزر، جنجيفال تروما، ممكن الاكل يطخ بالجنجيفا ويسوي تيرنج للجنجيفا، اند بيريودنتال ديستركشن بسبب الضرب اللي قاعد يصير على الليبيال سيرفيس مات اللور انسايزرز. لاني مهمات تريتمنت اوف ان انكريز اوفر بايت، شلون اعالج مريض ديب بايت؟
هسه احنا خلي نتفق على شغلة، الديب بايت ممكن علاجه اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على عمر المريض، يعني ممكن علاجه لجروينج بيشنت. راح احكي لكم الملخص وبعدين نطب المادة، فشوي ركزوا لي هنا. هسه خلينا نقول احنا عندنا نوعين من المريض، عندنا ادلت وعندنا جراوينج. هذا اول اختلاف بالعلاج. اكو اختلاف ما بين اعالج مريض وجروينج بيشنت، عجينه اقدر ابدي اغير بمواقع العظام، اسوي اكستروجن لبعض العظام، ازود النمو مثلا مات المانزله، افر الماندبل، عكس الديب بايت واعالجه، يصير هذا الشيء، موجود هذا الشيء. او ادلت، الادلت خو ما اقدر اتلاعب بالعظام، عندي كم سنه اقدر اعدلهن وضمن اجراءات معينه. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، الديب بايت عاده ويا من يصير؟ ذكرناها، قلنا الديب بايت يصير ويا كل انواع المال اوكلوجن سبيشالي، حطيناها الكبرى والكلاس 2 ديفيجن 2. كلاس 2 اضيف لكم بعد وياها، كلاس 2 ديفيجن 2 مانديبولار ديفيشنسي. فصار عندنا هسه تقسيمين للديب بايت، ديب بايت بالادلت خليه ببالنا، ديب بايت بالجروينج بيشنت. ممكن تحط لك ورقه بيضة هسه تحط لنا خط ديب بايت بالادلت، ديب بايت بالجروينج بيشنت، الدور خط كبير، ديب بايت وذ كلاس 1 مال اوكلوجن، ديب بايت وذ كلاس 2 ديفيجن 2 مانديبولار ديفيشنسي. لان هذا له فد خاصيه، له شغل معين خاص بي. خلينا ذني هسه الملاحظه سجلناها ان شاء الله الملاحظه، خلينا نجي. There are essentially four ways to reduce deep bite. Reduce يعني نعالج الديب بايت. Associated with an increased curve of speed. يعني بالضبط هنا قاعد يقول جماعة ترى الكلاس 2 ديف 2 اللي عندهم زيادة بالكيرف اوف سبيد. In the lower arch using conventional orthodontic mechanics. شنو هن؟ Relative incisor intrusion or buccal segment extrusion. Buccal segment extrusion وحدي. Incisor intrusion or incisor proclination. خلنا نرسمها لأن ذني مهمات، ذني الأربع نقاط بالنسبة لكم مهمات، حتى إذا ما تفتهمهن احفظهن لأنه راح يجنك بالامتحان. هسه عندك أنت مريض عنده ديب بايت، مريض عنده ديب بايت بهاي الطريقة وعنده منانا posterior teeth. شوف الحلول، أما اسوي اكستروجن للبوستيريور تيث اولا فراح ينفتح الديب بايت، او اسوي انتروجن للانتيريور تيث بطريقه معينه سالمتها من الطريقه لكن الفكره، فيصير عندي اوبننج للديب بايت، او اسوي الاثنيناتين سوا. يعني اما اولا او ثانيا، او اولا زائدا ثانيا، او ايش اسوي؟ هاي مهمه اللي هي يعني علميا لطيفه مقبوله. بدل ما هن طابات شي بشي الانسايزر، اعدل الانجوليشن مالتهم، ارجع الكونتاكت طبيعي وشكرا جزيلا رحم الله والديك، او اعدل البروكلاينيشن مات الانتيرير تيث وخلي هو وجهه مكبوس، ما بي شي يعني قابل، يعني ما راح يموت، مو شغله مهدده للحياه. وانت تحصل كونتاكت طبيعي بين الانسايزرز وخلي هو عنده ديب بايت. فذني مهمات نحفظها. اكو شغله احنا مو ذكرنا، نرجع للورقه مالتنا اللي انتو شخطتوا بيها، قلنا هسه احنا راح نعالج المريض اما ادلت او جراوينج. هسه راح نحكي على موضوع اذا كان المريض ادلت واذا كان المريض جراوينج. حقرا هنا لان شوي عيوني تعبت. In many cases, overbite reduction will be achieved using a combination of these tooth movements اللي حكيناها نستونا هنا. But the presence of vertical skeletal growth can significantly aid the process. يعني إذا اشتغلنا إلى مريض هو growing وبما أنه الماندبل، ركزوا قلنا إحنا هسه ممكن المريض عنده mandibular deficiency، وبما انه الماندبل جروث مات لونجر اند ليتر، فالماكزيلا هو توقف النمو مات، عفوا الماكزيلا توقف النمو مات، الماندبل بما انه ينمو لونجر اند ليتر وطبعا اتجاه النمو مات داونورد فورورد، فالمريض عنده ديب بايت احتمال بالجروث
إذا كان هو growing patient راح يتعدل. But the presence of vertical skeletal growth can significantly aid the process. Growth can be utilized in adolescent patient to help correct dental and skeletal discrepancies because growth of the mandible condyle can help compensate for any posterior dental extrusion that may be used to facilitate overbite reduction. هذا هم بيها معلومتين. هذا السلايد يعني كلش مهم، وشوية المعلومة اللي بيه متداخلة مع بعضها البعض، نجيهن نفسرهن بالتفصيل. هسه احنا اذا كان عندي مريض هو حاليا قاعد يسولف على المريض اللي عنده كلاس 2 ديفيجن 2 مانديبولار ديفيشنسي، هو هذا اللي قاعد يسولف عليه حاليا ضمن هذا السلايد وضمن القبلة، بدليل انه ذكر قال المريض اللي عنده سيفير كيرف اوف سبي، والكيرف اوف سبي قبل 20 دقيقة قلنا جماعة الكيرف اوف سبي هم الكلاس 2 ديفيجن 2 بسبب الاوفر ايربشن مات اللور انسايزر. انتهينا من هذا الموضوع. ذولا شبيهم، يقول عندك شغلتين. الشغلة الأولى الجروث اللي يصير بالماندبل ممكن إنه يساعدك، أنت مريض عنده ديب بايت الماندبل بيميزة إنه ينمو لونجر آند ليتر، ممكن يستمر العمر 18 سنة والماكزيلا راح يتوقف، الماندبل راح ينمو داونورد فورورد يعوض لك الديب بايت. هاي أول نقطة. النقطة الثانية واللي هي مهمة، تتذكرون لما قلت لكم انه اكو سيم اقدر اعالج به الاشخاص اللي هم growing بينما الادلت ما يرغم وياهم هذا السيم، لازم نحط لهم براغي او لهم تكنيك خاصة يصحوا له absolute intrusion. السبب هو هنا انه هذا السيم لما انا راح انزل به الاسنان العظم راح يستجيب لي، اوكي ما عندي مشكلة انزل وياك، فيصير شنو عندي؟ يصير عندي compensation for any posterior dental extrusion أو anterior intrusion. يعني من الممكن أنه العظام تستجيب إذا صعدت الأسنان الposterior أو نزلت الأسنان الanterior، تستجيب إذا كان growing، بينما إذا كان adult ما راح تستجيب. وبالسلايدات الجاية بعد شوية تشوف أنه جماعة الأدلت شوف انه جماعة الادلت يكون عندهم ريلابس عالي بحالات الديب بايت، ولما اسوي اكستروجين البوستيرير رجع عندهم مرة ثانية ريلابس، بينما لانه جروينج راح يصير كومبنسيشن، يعني يلائم الوضع يتماشى مع الوضع، يعني يجي ويا مثل ما يقولون. ان ادلت the orthodontist must rely upon tooth movement or surgery. rely يعني يعتمد، يعني لا تعتمد على العظم يمشي وياك، العظم ما راح يمشي وياك إذا أنت كنت أدولت. بس هاي النقطة، الدور يرجع للجراوينج شوية، المادة من الداخل الدور سنرجع للجراوينج. in deep bite in growing individual can be corrected using myofunctional appliance or a removable appliance with a flat anterior bite plane. خليكم وياي شوية. هسه جماعة الكلاس 2 احنا مو قاعد نعيد ونكرر نقول المريض اللي قاعد نشتغل له هو منو؟ يا مريض عاشت ايدكم، المريض اللي هو كلاس 2 منو؟ ديفيجن 2 مانديبولار ديفيشنسي، يعني هذا الابر انسايزر والماكزيلا اللي هو طالع للامام، وهذا اللور انسايزر وصاير بي ايربشن، مو هيك بويه؟ تمام. هذا المريض هم عنده ديب بايت زائدا مانديبولار شنو؟ مانديبولار ريتروجن، صح لو لا؟ لهناش ذكر، ركزوا على هاي النقطه شويه، هاي مهمه، ما اعرف تتذكرون او لا، كنا نقول بجماعة أو محاضرة المايوفانكشنال أبلاينس، هي الأبلاينس المستخدمة لتقديم وترجيع العظام، مثلا جماعة الماندبل على سبيل المثال، على سبيل المثال التوين بلوك، البونو بلوك، البايونيتر، ذني يقدمن الماندبل فنطلق عليه الاسم مايوفانكشنال أبلاينس.
وبعدين هو شو قال؟ قال نستخدم المايو فانكشنال ابلاينس او المفروض then يكتب then removable appliance with flat interior byte plane. ركزوا لي على هاي. هسه احنا عرفنا المايو فانكشنال ابلاينس هي الابلاينس المسؤوله عن تقديم الماندوبل. الابلاينس الثاني راح يستخدمه ورا هو شنو؟ ابلاينس راح يخليه بين منو؟ بين الانسايزرات بليته، بين الانسايزرات، بحيث هذا اللور هم يطخ بيها، والبوستيريور راح تنفتح، فراح ذني ماكو كونتاكت بيناتهم، فيصير بيهن اوفر اربشن. يعني هذا بروسيجر متبع عالميا. هذا النوع من المرضى لازم يعالج بستيبين. اول ستيب انه نعطي مايو فانكشنال ابلاينس. المريض عنده مشكلتين طبق. طلاب ركزوا لي، المريض عنده مانديبولار ديفيشنسي انتيريو بوستيريور، الماندبل راجع وعنده ديب بايت، ايش راح اسوي بالبدايه؟ اعطي مايو فانكشنال ابلاينس، اقدم الماندبل للامام، اسوي ستيميوليشن للجروث مات الماندبل، نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين، ورا ما اكمل والماندبل يتقدم وبعد ما عندي نقص بالماندبل، الدور ارجع استخدم للمريض انتيرير بايت بلين اللي هي راح تصير ما بين الاسنان الاماميه على مود الاسنان الخلفيه، يصير بيها اوفر اربشن which allow extrusion of posterior dentition leaving the curve of SP and reducing overbite. Facial improvement is therefore achieved via an increase in the lower facial height. وبالتالي انا حليت الديب بايت. يعني هذا الموضوع والسلايد جدا مهم، اتمنى تكونون فهمتم. ان ادلت قلت لكم احنا راجعين ما بين الادلت، رايحين للجروينج بيشنت، راجعين للادلت، رايحين للجروينج بيشنت، راجعين. فانت افصلهم من البدايه بورقه ونهي الموضوع. ان ادلت بكل سيجمنت انتروجن، الادولت اللي نوهت قلنا شويه موضوع الادولت خطر لانه العظم ما راح يستجيب لي، العظم قافل بالادولت، ماكو استجابه، ماكو كومبنسيشن. ان ادولت بكل سيجمنت اكستروجن يوزنج انتر ماكسيلاري الاستيك اند اور سيرفايكال بول هيد جير، هسه اشرح لكم اياه، كان ريزلت ان داونورد اند باكورد روتيشن اوف ذا ماندبل، ستيبنينج اوف ذا اوكلوزال بلين اند انكريز ان ذا لوور فيشال هايت. شو تسوي انت جماعه الجماعة الأدولت؟ تستخدم لهذا، هذا يسحوا له هيد جير. الهيد جير يشتغل اعتمادا على موقع اللاستيكة مالته. احنا بعد خلينا نشرحها، انتم ان شاء الله أبطال تستوعبون المادة ان شاء الله. عندنا في الجهاز اسمه هيد جير. الهيد جير بأشكال وألوان أنواع. عندنا هسه هذا الماكزيلا، وهذا يجي المانزلة بهاي الطريقة. الهيد جير أما يكون هاي بول هيد جير راح يسوي انتروجن للمانزلة، أو سيرفايكال هيد جير. السيرفايكال هيد جير يكون موقعه بالنسبة للأبر مولر اللي هو مرتبط بيها أسفل من عندها، فاتجاه الحركة هو هذا. بالله إذا اتجاه الحركة هذا مو راح يصير بيها اكستروجن. فهذا النوع اللي هو سيرفايكال هيد جير يستخدم عادة للمريض اللي عنده ماكزيلاري بروتروجن، يعني الماكزيلا هم طالع هم عنده ديب بايت، راح يرجع لنا الماكزيلا وبنفس الوقت يسوي اكستروجن للبوستيريور تيث على مود ينهيل الديب بايت. هذا هو اللي قصده بهذا الموضوع فوق. لكن شوفوا اللي بالاحمر، this will reduce the overbite, this will treat the deep bite but is prone to relapse following the treatment because there will be very little or no potential for compensating growth at the condyle as the lower facial height increase. بمعنى مثل ما قلنا العظام والكوندايل ما راح تستجيب لموضوع انه صار عندك اكستروجين وصار عندك انه الماندبل، بما انه اكستروجين راح داون وورد وباك وورد، لا يرجع يصير عندي ريلابس 100%. فشنو الحل الهيتش مراجعين؟ انتبهوا لي على ذن الصور. For this reason, overbite reduction can be more difficult in adult patient and the focus is often on incisor intrusion using fixed orthodontic treatment.
فإذا كان عندك ديب بايت بالأدلت، حاول تسوي هاي الحركة اللي يكتبوا اسمها absolute intrusion of anterior teeth to correct a deep bite. أما acquire خاص يتخلى بحيث إنه ذني نزلا دون الاعتماد على البريمولر أو ما ثابتات ويا البريمولر أو باستخدام براغي تات هي temporary anchorage device. أنا هاي الطريقة دائما أستخدمها وناجحة. تات خلي براغي، أنا أخليهم بين اللاترال والكناين بالضبط، ما بين اللاترال والكناين، بين اللاترال والكناين، وأبدي أسوي intrusion على مود أقضي على الديب بايت بجماعة الأدلت. retention after deep bite correction، شنو اللي أحتاجه على مود أحافظ على الحالة مالتي ورا ما عالجت؟ شو استخدم المريض؟ retainer اعتيادي with anterior bite plate فقط. يعني شنو؟ يعني استخدم ريتينر مع التقويم العادي، واخلي بليته ما بين الانسايزرات ما بين ذني على مود اكو سبيس يصير ما بين الابر مولر واللور مولر، ويصير بيهم طبعا شنو يربشن دائما على مود ما يصير عندي لابس بال ما يصير عندي ديب بايت واللي هو بالادلت ممكن بسرعه يرجع الريلابس. important clinical tips when treating deep bite، لما أعالج مريض عنده deep bite شنو النقاط أو الشغلات أو الملاحظات المهمة اللي أخليها ببالي؟ ثلاث ملاحظات جدا مهمة. نبدأ الأولى، correction of inter-incisal angle is important for the stability of overbite reduction. بالبداية هي منو الانتر؟ بما أنه أنتم ما تقرون فتنسون دائما، فلازم هاني شنو؟ أنا لازم دائما أذكركم الانتر انسايزال انجل. عندنا الابر انسايزر واللور انسايزر، الزاوية ما بين اثنيناتهم يسموها الانتر انسايزال انجل. المريض لو كان عنده ديب بايت بهاي الطريقة، هاي الزاوية شنو وضعيتها؟ تكون كلش مفتوحة فاتحة كلش، فكون هاي أرجع أعدلها وأخليها ضمن شكل النورمال. هاي أول ملاحظة. correction of inter-incisal angle is important for stability of overbite reduction. السبب شنو؟ أنت لما ترجعهم بهاي الهيئة بعد اللور incisor ما يقدر يزلق ويسوي deep bite ويصير بي over eruption، هو بعد حشر جوا السنجلوم يثبت. As the establishment of occlusal stop is essential to prevent the incisor from erupting past each other and the overbite increasing again following treatment. ما يخلي الانسايزرات واحد يعقب الثاني ويصير عندنا شنو؟ يصير عندنا deep bite. This is especially relevant for class 2 division 1 cases associated with the proclination of upper incisor, because unless maxillary incisor inclination is corrected, an occlusal stop will not be established and the overbite will relapse. نجي لهاي الفكرة. جماعة الكلاس 2 division 1 اللي هو عده بروتروجن بالماكسل، عندك انت حلين للعلاج او احتمالين للعلاج. الاحتمال الاول انه انت ترجع الابر لكن ما تسوي occlusal contact بيناتهم، وهذا العلاج مالتك يعتبر خاطئ لان انت ما سويت ستوب اوكلوزال ستوب، وراح يصير اوفر ايربشن باللور انسايزر. على مود تعالج جماعه الكلاس 2 ديفيجن 1 لازم ترجع الانسايزر بحيث يطخ باللور انسايزر ويصير عندك اوكلوزال ستوب. هاي مهمه، هاي اول شغله. اكو بعد شغله ثانيه مهمه، simple retroclination by tipping of the upper incisor to reduce. شوفوا لهاي الصوره، ركزوا عليها. To reduce an increased overjet in the presence of the increased overbite is inappropriate treatment because no occlusal stop is created. فشنو اللي يحتاجه؟ نحتاج طبعا body movement. هاي مبينة واضحة. انت هسه عندك class 2 division 1 وانت قافل على القضية، تريد تحول لكلاس 2 division 1 class 2 division 1 بهاي الطريقة، تريد ترجع الانسايزر تخليه طخ.
يقول لك انت لما ترجع الانسايزر وتخليه يطخ، لا ترجع الانسايزر بتيبينج موفمنت، لان هاي التيبينج موفمنت راح يشتغل وكانه كلاس 2 ديفيجن 2، وبعدين ما يصير كونتاكت، هذا يصير ابرايت وما يصير كونتاكت بيناتهم، وهذا يصير بي اوفر ايربشن. شابوي شلون انا ارجع السنترال انسايزر؟ عيني ترجع الانسايزر بدلي موفمنت. يعني لما نترجع، هل هي هاي صعبه ومستحيله؟ بالنسبه لها جدا سهله هاي. احنا بالنسبه لنا نرجع السن بدلي موفمنت، بدل ما اني اول شيء اعدل الانجوليشن مالته، اقيس الزاويه مالته، هي ابر 1 تو اس ان، الناسيها انتم ما تتذكروها، اللي قياسها 104، علاقه الابر سنترال انسايزر مع الاس ان، والدور بهدوء هذا ارجع بدلي بهاي الطريقه، على مود احقق هاي النقطه، على مود ارجع الاوكلوزال ستوب طبيعيه، وما يصير عندي اوفر ايربشن، وما يرجع عندي الديب بايت. النقطه الثانيه من النقاط اللي جدا مهمه، جماعه الديب بايت ايش قد ما تقدر نقلع عليهم، لانه القلع مشكله عندهم. يعني احنا مثلا اجانا مريض، المريض عنده كراودنج، ندز اشعه لاترال سي فالخ، ولازم ندز اشعه. من شنو الامور اللي احنا، واحده من الامور اللي نقيسها، نقيس الزوايا اللي هي تعطيني ديب بايت او نورمال او اوبن بايت، او مو شيء عفوا، نقيس هل هو عنده فيرتيكال جروث، هل هو عنده هوريزونتال جروث. مثال اقيس زاويه الصم اوف بايورك، الناسيها صم اوف، هذا مو بجورك، بايورك الاو عليه نقطتين، اللي هي مجموعه ثلاث زوايا، الان اس اي ار اي اس اي ار جونيال اي ار جونيال منتن، ذني المجموع مالتهن يعطيني المريض هو فيرتيكال، هل هو هوريزونتال، جرى باك اندكس، المقارنه ما بين البوستيريور فيشل هايت والانتيريور فيشل هايت، زاويه اسمها اس ان جونيان اجناثيان، جونيان اجناثيان اللي هي بين الاس ان وبين زاويه الجناثيان وجونيان، هم قياسها 32، كلش هاي حساسه، اذا قلت بدرجه واحده معناها ديب بايت. فالمريض اللي نحس عنده ديب بايت نحاول قدر الامكان ما نقلع عليه، اذا قدرنا نعالجه بدون قليع ممتاز، لانه اذا قلعنا على سبيل المثال الفور ورجعنا بالترجيع، ممكن يصير عندي ماكو اوكلوزال ستوب، وهذا الشيء راح يسبب اوفر ايربشن وزياده بالديب بايت. اخر موضوع ومن المواضيع المهمه، هسه اذا عندي مريض ادلت واريد اسوي انتروجن، اسوي انتروجن للابر ارش، اسوي انتروجن للور ارش، اعيد، المريض اللي عنده ديب بايت، مريض عنده ديب بايت واريد افتح البايت، اسوي انتروجن للابر لو اسوي انتروجن لللور. المريض اذا كان عنده ديب بايت وذ جم سمايل، فلازم او مو لازم، اقدر اسوي له انتروجن للابر ارش، لكن اخلي ببالي نقطه مهمه جدا، انه احافظ على الابتسامه مالته، احافظ على السمايل لاين اللي موجود بمحاضره الكلينيكال اكزامينيشن، واللي يعتبر وحده من نقاط الميني استاتيك. بالكلينيكال اكزامينيشن كان عندنا مايكرو استاتيك، ميني استاتيك اند مايكرو استاتيك. واحده من النقاط المهمه بالميني استاتيك هي السمايل لاين، وقلنا اليوثفول ابييرنس، يعني المظهر الشباب، انه الاسنان طالعه وشويه من الجنجبه، فانت مو تسوي له انتروجن وتخليه البنيه شابه مثلا عمرها 21 سنه تعطيها فيتشرز سمايل فيتشرز مات وحده عجوز، وما تقدر هيجي تسوي انتروجن الى انه تعطيها هذا المظهر، تخلي ببالك هاي النقطه. او اذا المريضه ما عندها قم سمايل، فيفضل انه انت ما تقيس الابر نهائيا وتروح لللور تسوي له انت المحاضره. اتمنى تستفادوا من المعلومات اللي موجوده بيها، ان شاء الله بالسرعه الممكنه نشرح لكم الاوبن بايت، واتمنى لكم الموفقيه والنجاح بحياتكم ان شاء الله. شكرا جزيلا.